من القاهرة ينضم إلينا الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. مرحبا بك معنا دكتور رشوان. إذا نفهم في هذا المد ليوم واحد، مد إضافي للهدنة، أنه تم بنفس شروط الهدنة السابقة في الأيام الستة الماضية؟ يا أهلا بحضرتك. نعم، تم الاتفاق كما أوضحنا في البيان بأنه نفس الشروط وهي واضحة تماما فيما يتعلق بالأسرى والمحتجزين. يتم التبادل 10 من الجانب الإسرائيلي، الجانب المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من النساء والأطفال، مقابل 30 من الأطفال والنساء في الأسرى في السجون الإسرائيلية. كذلك وقف كامل لإطلاق النار في كل القطاع، ووقف تحليق الطيران في جنوب القطاع بشكل كامل مع السماح به في الشمال من 10 صباحا للرابعة بعد الظهر، وايضا تدفق المساعدات الانسانيه بكل الكميات والاحجام التي تم الاتفاق عليها وتم تطبيقها في الايام السته الماضيه من ايام الهدنه. دكتور رشوان، البيان اشار الى تجاوز العديد من العقبات التي كانت تواجه تنفيذ اتفاق الهدنه اليوم، لو تحدثنا عن تفاصيل الدور المصري في تجاوز هذه العقبات بالتنسيق مع قطر. الحقيقة أنه يعني الجميع كان ينتظر منذ مساء أمس رأينا كيف تأخر الإفراج عن المتفق عليه من أمس من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لعدة ساعات، ثم بعد هذا انتظر الجميع أيضا أن يتم الإعلان من الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين عن مد الهدنة لما بعد 7 صباحا الذي هو موعد انتهاء الهدنة صباح اليوم. ولكن كان هناك في الحقيقة عقبات حقيقية، كان هناك بعض الأمور غير متفق عليها بين الطرفين بشكل عام، يتعلق بنوعية وأسماء من سيفرج عنهم من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركات المقاومة، وبالتالي من سيفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. الجهود المصرية القطرية الحقيقة على مدار الساعة، ويعني الامر بذل فيه طاقه كبيره جدا وقطعا ايضا تدخل امريكي، نجحت قبل انتهاء مده الهدنه يوم السادس بحوالي ربع ساعه فقط في التوصل لهذا المد لمده يوم واحد. هذه الجهود مستمره من اجل الحفاظ على الهدنه، واهم الحفاظ على الهدنه هو العمل على مدد اخرى للهدنه. هناك لا زال عديد من المحتجزين على الجانب الفلسطيني، وطبعا اكثر بكثير جدا من الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه، فضلا عن ان وقف اطلاق النار سوف يحفظ ارواحا كثيره، وسوف يحفظ ويحقن الدماء في غزه التي نكبت خلال 49 يوما بقصف وعدوان اسرائيلي يعني شديد وهمجي، وايضا سيمكن من تمهيد الطريق امام مفاوضات سياسيه، ثم الحفاظ على الهدنه، مد الهدن، هذا مطلب وهدف رئيسي لمصر في جهودها ومع شركائها، وبالتالي تبذل الجهود الان ايضا ويعني على مدار الساعه من اجل الوصول الى هدن اخرى، ربما في الساعات القادمه يمكن ان نعلن عنها بعض الشيء. يعني نفهم من كلام حضرتك سيد رشوان أنه طبعا هذه الهدنة سوف تنتهي من المفترض الممتدة ليوم واحد إضافي، سوف تنتهي من المفترض غدا 7 صباحا، صحيح؟ نعم. طيب، وبالتالي هناك اتصالات حضرتك تقول من أجل تمديدها ليومين إضافيين، أين نحن من هذا المد الإضافي؟ نحن الآن في إطار التفاوض، مصر وقطر ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية يتفاوضون مع الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني من اجل الوصول الى هذا الهدف، ونحن اعلنا هذا الهدف في البيان الذي قراته حضرتك حالا، وهو هدف يتعلق بفئه من المحتجزين، يتعلق بكل المحتجزين، مد الهدنه او الوصول الى عده هدن يتطلب وقتا اكبر نظرا لوجود فئات اكثر من المحتجزين على الجانب الفلسطيني من الاسرائيليين، ومن ثم فالهدف الان هو ان نصل بيومين اخرين بالاضافه الى يوم الخميس اليوم الذي تم الاتفاق عليه بالفعل من هو اليوم الحالي الذي نحن فيه. الاتصالات جاريه وهي ايضا ليست سهله، ولكن يعني الجهود المكثفه التي بذلت على مدار الاسابيع الماضيه كلها
وتوصلت الى الهدنه الاولى الاربعه ايام ثم الثانيه اليومين ثم الثالثه اليوم الواحد، في الحقيقه يعني تنبئ بان هناك قدره من على تحقيق اشياء قد كانت تبدو مستحيله، وهي تحفظ دماء وتحقن ارواح، تحفظ ارواح وتحقن دماء، وايضا تساعد على ادخال المساعدات الانسانيه، وهذا امر والاغاثيه الى قطاع غزه، هذا امر شديد الحيويه، ونحن نسمع ونرى يوميا وعلى مدار الساعه تصريحات من كل الوكالات الامميه المتخصصه، سواء كانت منظمه الصحه العالميه او منظمه الطفوله العالميه اليونيسيف او غيرها، كلها تؤكد ان الاوضاع في غزه كارثيه الان على المستوى الغذائي والصحي، ومن ثم فهذا ايضا هدف رئيسي من اهداف السعي من مصر وشركائها لمد الخدمه. حضرتك تحدثت عن فئة معينة من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وهل يفهم من هذا الكلام سيد رشوان أنه الفصائل بحاجة إلى البحث أو التأكد من وجود هذه الفئة؟ نتحدث عن النساء والأطفال، وبالتالي من الممكن أن تستمر الهدن بشكل إضافي إذا ما ظل هناك من هذه الفئة أعداد تسمح بإطلاق سراحها؟ نعم، هو كما تعلم حضرتك ويعلم السادة المشاهدين أن المحتجزين في غزة ليسوا فئة واحدة، لدينا عدة فئات، الأطراف المختلفة تعرف هذه الفئات واتفقت على أن تبدأ بالفئة الأولى منها، وهم الأطفال والسيدات والأنسات من غير العسكريين، لأن هناك بعض السيدات في الجيش الإسرائيلي المجندات، فهؤلاء يدخلن ضمن فئة العسكريين، وهناك فئات اخرى هي الرجال في سن الاحتياط من الاسرائيليين، ولدينا عده فئات. المهم ان الفئه الاولى هي التي يجب ان يتم الانتهاء من تبادل المحتجزين منها كاملا، وقبل ان يبدا الحديث عن الفئات الاخرى، لان الاطراف اتفقت على هذا، الطرفين بمساعده الوسطاء اتفقوا على هذا، ان ينتهي تبادل الفئة الأولى من الأطفال والنساء، وبعد انتهائها يبدأ كلام آخر وشروط أخرى ومحددات أخرى للإفراج عن الفئات الأخرى. ليس كل الفئات ستخضع لقاعدة الشخص المحتجز لدى المقام ومقامي الثلاثة من الأسرى الفلسطينيين. هناك اتجاه مؤكد لأن تتغير هذه النسب، لكن وايضا من المطامح المصريه والقطريه، وهذا ما عبر عنه بالامس عدد من المسؤولين الدوليين في مجلس الامن، منهم الامين العام للامم المتحده السيد انطونيو غوتيريش، بان ايضا تزاد كميه المساعدات المتفق عليها. هذا ايضا مطمح ومطلب مصري وايضا قطري، بان يتم الاتفاق على كميات اكبر من المساعدات الاغاثيه، سواء كانت طبيه او غذائية أو وقود، لأن قطاع غزة يحتاج بالقطع إلى أكثر مما يدخل إليه. نعم سيد رشوان، سؤالي الأخير، حضرتك ذكرت نقطة أود فقط التأكد منها، ذكرت أنه ربما تعلنون في الساعات المقبلة عن مد إضافي ليومين إضافيين في الهدنة، هل يعني ذلك أن الإعلان عن هذا المد الإضافي بات وشيكا؟ هو يعني ممكن أن يأتي في أي لحظة، وكما تعلمين حضرتك وكما ذكرت أنت أنه متوقف على إيجاد الأسماء التي تصلح وتدخل في الفئه الاولى وهي النساء والاطفال، وان يكون العدد المقدم او الذي تم العثور عليه، لان حركه حماس وعدت اكثر من مره وهي تفعل ذلك بالفعل البحث عن اي محتجزين من هذه الفئه فور الوصول الى الاعداد واكتمال العدد الى 10 اشخاص الذين بموجبهم يتم المد يوما واحدا بنفس شروط الهدنه. بالقطع ستقوم الاطراف بالاعلان فوريا عن نتيجة هذه المساعي. يعني ملحق للسؤال الأخير، أعذرني سيد رشوان، والمساعدات تصل جنوبا وشمالا؟ نعم، وأكدنا على هذا بشكل واضح في البيان، لأنه يجب أن تصل جنوبا وشمالا، وهنا كان هناك بالقطع في الشمال بعض الشكاوى من تأخر وصول بعض المساعدات خاصة الوقود بسبب عرقلة كما ذكروا من السلطات الإسرائيلية لدخولها، أيضا الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحده بذلنا اقصى الجهود من اجل تسجيل هذه العقبات ومن اجل انهاء هذه العوائق، لان الشمال غزه كما نعلم جميعا هو الذي اصيب اكثر بكثير
من الجنوب، والبنيه التحتيه دمرت تماما، والمستشفيات متوقفه تقريبا باكملها، ويحتاج بالقطع الى قدر اكبر من المساعدات، وهذا تم الاتفاق عليه في مبادئ الهدنه الاساسيه اليوم الايام الاربعه الاولى. نعم. ان تصل مساعدات كافيه وبنسب محدده الى الشمال، هذا ما نسعى اليه، وهذا ايضا ما تقوم مصر بتسهيل كل الامور اللوجستيه بما فيها سيارات النقل والسائقين وغيرهم. نعم. حتى تصل المساعدات الى الشمال باسرع وقت وباكبر كميه. انا بشكرك شكرا جزيلا السيد ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات المصريه، كنت معنا من القاهره.